طبعا ما اقدرش ابدا الكلام في ده الا لما احيي ابناء وطلابي، طلاب ثالثه اللي شغالين دلوقتي. طبعا انا بعتذر لطلاب ثالثه اللي شغالين دلوقتي ان انزل فيديو زي كده لطلاب ثانيه ثانوي. انا عارف ده وقت امتحانات، يشهد الله عز وجل وربنا عليم بهذا. ما بيمر وقت الا وانا بدعي لاولادي في ثالثه هذا العام بالتوفيق في كل لحظه، يشهد الله عز وجل. يعني ربنا يفرحكم يا رب، وان شاء الله يتم المادتين اللي فاضلين تقريبا كده على خير، وربنا يفرحكم كده جميعا. بس والله يا احبابي انا مضطر بنزل هذا الفيديو.